كافيين معكم عالم الصباح، وكامل صارت حاضرة معنا بزودياك. صبحكم بألف خير، رولا صباح الخير، شفشادي صباح الخير. اتصالاتنا مباشرة على الهواء، كل المعلومات تبين على الشاشة، التويتر، الفيسبوك، رقم التليفون. اسمحوا لي أبدأ بإيميل قبل ما أخذ أول اتصال من ماري. كيم عم تسأل، كيمي عم تسأل عن أمها، عيد ميلادها ب 26 شهر، بتابعنا دايما، عايشة برا، وحابة تسأل عن أمها وتكون مثل سربريز لأمها اللي عم بتابعني دايما. مواليد 26/10/63، خلقاني بزحلي، عطيتني ساعة الولادة. أول شيء بتمنى لك هابي بيرثدي، بقول لك عيد ميلاد كتير حلو، إن شاء الله تكون سنة كتير حلوة. وخلونا نشوف سوا ماري، أنت شو معقول يكون بهيك بلمحة سريعة، شو معقول يكون ناطرك بهالسنة الجديدة؟ طبعا أنا عم نحكي عن مولودة برج العقرب. مولود برج العقرب عندي ثلاث كواكب برج العقرب، أربعة حد بعضهم، خمسة حد بعضهم، معناتها دايما الهبات عندك بتكون كبيرة ورا بعضها، ثلاثة أربعة ورا بعضهم، ترتاحي، بترجع أشياء حلوة بتساعدك، وبترجع نوعا ما أمور منها هالقد سهلة بتضايقك نسبيا. هلأ بالوقت الحالي أنا مثل مني شايفة في أمور يعني ما كانت هالقد سهلة مرقتي فيها، عشتيها، ضايقتي منها شوي، أثرت عليك يمكن صحيا، نفسيا، معنويا. هيدا بس لما نزحها القطع بتقريبا شهر أكتوبر، يعني شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني بال 2012، يعني من كم شهر تقريبا. هيدي القصة قطعت، تقريبا صرت أنت بأمان، قلبك كتير طيب، كتير طيوبة مثل ما نقول. إذا مزبوط الساعة اللي عطيتيني إياها كمي لأمك مزبوطة، بانتظار أمك نوع من انفراج بطال كل العيلة، ويمكن يكون في سربرايز لها كتير حلوة بتخص كمان العيلة، أو هي شخصيا معقولة تكون بانتظارها تقريبا بحوالي شهر نيسان، أدار نيسان 2014. ناخد اتصال من زينة، تفضل يا زينة. ألو. يا أهلا وسهلا. أوكي، بدي أسألك عن 18 تموز. نعم. 84 الساعة 11 وربع بالليل. 11 وربع بالليل. اوكي، سؤال يا زينة. بدي اسأل عن كل شيء، وخصوصا عن الزواج اذا في شيء قريبا. اوكي زينة، شكرا لاتصالك. خلينا نشوف زينة موضوع الزواج اذا بالنسبة لها قريب. الحلو عند زينة عطيتني ساعة الولادة، ثلاث كواكب موجودة ببرج ببيت الزواج، معناتها أنت بحياتك الحياة الزوجية أو العاطفية ناشطة، لكن المشكلة أنه في عندي ثلاث كواكب قاسية ببرج ببيت الزواج، وموجودين باثنين برج العقرب وواحد ببرج الميزان، عندي بلوتون، عندي زحل، وعندي المريخ، ثلاثتهم معناتها هيدا مؤشر انه الشخص يلي بتجذبيه بحياتك اجمالا بيكون شخص شوي قاسي، بيكون شخص متسلط، شخص ديكتاتوري بطبعه، او انسان طبعه قاسي، فبدك تنتبهي لهالنقطة هاي. فتحي عينيك كتير منيح، انتبهي قبل ما تاخدي اي قرار. ولانه في عندي زحل موجود ببيت الزواج هلا، تقريبا سنة ونص باقي ببيت الزواج، انا بعتبر انه اي ارتباط هالسنه او سنه الجاي، لانه في احتمال سنه الجاي يكون في ارتباط، بده يكون على مسؤوليه، ما راح يكون زواج او ارتباط سهل، بدك تكوني شوي متعبه، شوي مرهقه، اول سنه بالزواج، اول سنه ونص يمكن نوعا ما تكون سنه شوي ثقيله. في زواج بسنه 2014 اذا هيدا سؤالك. منتابع؟ مها تفضلي. اوكي، منجرب ناخد ايميل لكن. ميس مواليد 16/7/1990، ميس خلقاني الساعة 5:30 الصبح. اوكي ميس، عم تسأل بشكل واضح عن الدراسة وعن العمل، واخر شيء عن العاطفة. اوكي خلينا نشوف ميس شو قصتها.
مايس طبعا مواليد برج السرطان، الحلو عندها انه المشتري موجود حد الشمس، هيدا شيء كثير حلو بالنسبه لها، بيعطيها جود لك، بيعطيها مثل ملاك حارس عم بيتابعك دائما 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 يا مايس، وبيساعدك وبيخلصك باخر لحظه حتى قبل اخر لحظه، انت من الاشخاص المحظوظين. بيبقى بالنسبه لك المفاجات الكبيره الحلوه رح تلاقيها، رح تاخديها بصيف 2014، التطورات، النقل الجديده، الصفحه الجديده اللي ناطرتك هي رح بتكون فينا نقول بتموز، حزيران، تموز واب وايلول سنه 2014، رائعه جدا. ناخذ ايميل اخر، خلينا نشوف الايميل، خلينا نشوف عليا 23/7/1972 الساعة 7:45، عدتني ساعة صحيحة ودقيقة، عندها سؤال عن الشغل، هيدا سؤالها لعليا. منشيل عليا، منشيل ميس، منشيل ماري. هاي عليا. اوكي. خلونا نشوف عليا سؤالها عن الشغل شو قصته. أول شيء عليا ببرج السرطان ما عندك شيء، معناتها هلا حاليا ما عندك تطورات تذكر أو مهمة. ببرج العقرب كمان ما عندك شيء، فإذا سلبيات مني شايفة عندك. الحلو اللي شايفته عندك ثلاث كواكب موجودة برج الأسد، هذا معناتها أنت سنة الحظ عندك رح بتكون من منتصف 2014 لمنتصف 2015، هيدي هي السنة رح بتكون كثير مهمة لإلك، هيدي السنة يلي رح بتحمل لك أو الفترة من السنة اللي رح تحمل لك تقدم، رزقة، أو عم تحكي عن مسألة شغل يمكن يكون يا ترقية يا أما حتى تغيير بمكان الشغل، موقع الشغل أو مركز الشغل للأفضل. ناخذ اتصال من شادية. الو الو بونجور، يا اهلا وسهلا، كيفك مدام كارل؟ الحمد لله، تفضلي يا شادية. انا خلقانه ب 1/2/88، واحد شباط 88. ايه اوكي. اي ساعة؟ من الساعة 4-5 الصبح. طيب رحت 4:30. اوكي شادية، سؤالك. بدي اقول لك انا حامل بالشهر الثامن. نعم، بس بدي اعرف هيك انه عن البيبي، انا شهر الجاي بفوت بشهري 15/2 ل 15 كانون اول. اوكي، بدي اعرف كل شيء وكم بيبي ممكن جيب او شيء. هذا اول بيبي الي. هيدا ان شاء الله تكون الساعه اللي تعطيني اياها صحيحه. لا مزبوطه 100%. انا حطيت 4:30. اوكي 4:30. طيب تابعيني شادية على التي في، خلينا نشوف شادية شو قصتها، الله يخلصك بالسلامة. بالنسبة لشادية حسب ما مبين عندي أنا، موضوع البيبيز اتس جود، مش عاطل، مش مبين، ما عندي ولا كوكب موجود ببيت الأولاد، معناتها العدد بالنسبة لي فلكيا منه واضح، في أولاد أكيد، لكن أوقات لما بيكون في كوكب اثنين أو ثلاثة وجود عدد الكواكب يؤشر احيانا الى عدد الاولاد. بالنسبه لك انت هيدا النقطه منا واضحه بالنسبه لي، يمكن عند زوجك اذا عندي ساعه ولاده بتكون كمان واضحه. عندك على كل اخبار حلوه كثير بعد سنه الجاي، يعني بشهر حزيران 2014 عندك كمان خبر كثير حلو وكثير كثير كثير مهم، هذا بالنسبه لك. الجو اللي سالتيني عنه من تقريبا 15 نوفمبر ل 15 كانون الاول بده يعطيني البيبي تقريبا موجود بهالنقطه، يعني بده يكون يا برج سكوربيون عقرب يا اما بده يكون برج الساجيتير. العقرب يمكن يعذبك لإلك لانه اجمالا طفل العقرب طفل شوي لجوج، عنده متطلبات وما بيستحي يخبرك عنها. اذا مولود طفل مولود برج القوس بيكون طفل شوي هني، ما كثير عنده متطلبات، لكن بهمه كثير 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 انه تكون او تحترموا له وتعطوه حريه اكثر، ومعك انت كثير بيمشي الحال لانه انت من مواليد برج الدلو واثنينكم تفهموا على بعضكم. الله يقيمك بالسلامه. ناخذ مها، تفضلي يا مها. مرحبا، يا اهلا وسهلا، كيفك مدام؟ الحمد لله. بدي اسالك عن مواليد 22 و23 شباط، حرام صار له تعبان كثير، امتى بده يرتاح؟ من اي ناحيه بده يخاف يعني؟ مواليد امتى؟ اعطيني تاريخ. 22 شباط او 23 شباط. انت ما بتعرفي؟
22 شباط. اي سنة؟ ستة، بس ما بعرفش اي ساعة، ستة الصبح او المساء ما بعرف. اي سنة؟ الستين. الستين؟ ايه. لألك هاي؟ ايه. اوكي تابعيني يا مها، اعملي معروف على التي في، خلينا نشوف شو الوضع. المشكلة انه انا دايما عم بحكي الصبح، دايما عم جيب، عم بذكر وعم بقول حتى بكتابي شهريا لمواليد برج الحوت، عم نحكي عن مواليد 22 و23 شباط، منشان هيك عم تسأل الست مها، عم تسأل عن امتى بده يرتاح، وراح اقول لك تحديدا يا مها امتى هالموضوع بينتهي. وما بعود جيب سيرة مواليد 22 و23، هالشي رح بيكون بآخر تشرين الثاني أو بآخر كانون الأول. يعني أنا بقلك أنه بمنتصف جانفيه 2014، يعني بالنص كانون الثاني 2014، ما بعود جيب سيرة لا 22 ولا 23 شباط، فطولي بالك حوالي شهرين تقريبا وبتكوني صرتي على شط الأمان. سالي تفضلي. ألو. تفضلي يا سالي. ألو. ايه معنا على الهواء انت. بونجور كارمن. يا اهلين. انا مواليد 28/1985. اوكي سالي، بس وطي بليز التي في لنقدر نحكي ديركت. اي ساعة؟ اوكي. خلقان الساعة 1 الصبح؟ يلا سؤال. بدي اعرف بخصوص العمل، انا ما عم بشتغل، وبخصوص الزواج انا مجوزه وبشوف اذا في اولاد قريبا. قد ايه صار لك مزوجه؟ قد ايه صار لك مزوجه؟ صار لي سنه وشوي، سنه وشهرين. ما صار في حمل ابدا؟ الو؟ لا. اوكي الساعة اللي اعطيتيني اياها دقيقة صحيحة؟ مضبوط. اوكي مضبوط. سالي تابعيني اعملي معروف على التي في، خلينا نشوف شو القصة. بالنسبة لك سالي، أول شيء سالي مشان هيك سألتها إذا أعطتني الساعة الصحيحة، لأنه على الساعة الصحيحة بقدر أشتغل على البيوت وبشتغل على موضوع البيبيز، بدي أروح على البيت الخامس. البيت الخامس عندي كوكب واحد نبتون. فيكون بيبي واحد وفيكم في اكثر من بيبي، بس انا بشوف بيبي واحد، انه على الاقل مينيموم في عندي بيبي واحد. وبشوف كمان احيانا صعوبات بموضوع البريجننسي، مشان هيك سالتك اذا كان في حمل من قبل او لا. هيدي نقطة بدك تتابعيها، نقطة لا تهمل، يعني ما فيك تهمليها، إذا في من علاج بدك تتابعيه، بس بالنتيجة بعد فترة إيه أنا شايفة في بيبي. بس معقولة يعذبك الوصول مع البريجنسي، معقولة شوية تعذبك لحتى توصلي. برجك العقرب، مولود برج العقرب حاليا مارق بظروف منها هالقد سهلة، مش هالقد سهلة، لكن هذا لا يمنع انه يكون في عندك بيبيز او يكون في تطورات واخبار حلوة عندك. خلونا نشوف كيف بدها تتطور عندك الامور بالنص الاول من سنة 2014، وحتى بشوف لي كمان 2014 اخرها وال 2015 بعتبرهم كثير حلوين بالنسبه لإلك، ما تعتلي هم يا سالي. ناخذ زهره اخر اتصال، تفضلي. الو بونجور. تفضلي يا زهره. 16/10/70. 16/10/70. نعم، اي ساعه؟ شي 4:30 الصبح. سؤال يا زهرة. بدي شوف عن الحياة الزوجية، استمرارية بالحياة أنا وزوجي. بدي شوف إذا في عندي سفر لعنده. أمتين في عندي انفراج، عندي سفر، عندي هيك شيء، يعني بدي أعرف. أوكي شكرا زهرة لاتصالك، تابعيني على التي في يا زهرة. خلينا نشوف زهرة عم تسأل عن سفر بالنسبة لها. إذا عم بيشتغل على ساعة صحيحة، أنت كان لازم تسافري بنص أو أواخر 2012. اوكي حسب ما مبين عندي هون، كان في فرصه تروحي لعنده او في فرصه انفراج كنت او كانت لازم تصير مش بعيده، تقريبا بحزيران تموز اللي مرقوا. ان شاء الله تتطور الامور هلا للافضل، لانه شايفه بال 2014 زحل مع فينوس معقول يخلق لك شويه ضغوط وشويه مشاكل. لحسن الحظ من هلا
لتقريبا شهر آب 2014 نجمك شوي عالي، لذلك أي شيء بدك تعملي جربي تعملي حساب سرعي الوقت والتحركات قبل شهر تموز أو آب 2014. هذا اذا كان اخر اتصال لليوم. بدي اشكر المتابعه واتمنى لكم نهار كثير حلو، وعوده لك رولا. شكرا لك كارمن، يعطيك العافيه. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها تي في شوبينج.